بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأذرا، وكابد المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. مرحبا بكم وحياكم الله في هذه الحلقات، وفي هذه الحلقة الأخيرة مع ضيفنا الكريم بروفيسور أحمد البيلي. نحييه في هذه الحلقة ونواصل معه مشواره العلمي ومشواره الدعوي. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نختم بما كان من حياة الشيخ العملية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. شكرا يا سيد أستاذ أحمد عبد المنعم على هذه الحلقات من بدايتها إلى نهايتها، وأكرر شكري لهيئتكم، فإن هذه الحلقات سرتني وسرت أصدقائي. الحمد لله، فجزاكم الله خير. وجزاك مرحبا بك وبزملائك، وإنني مستعد للإجابة على كل سؤال يطرح علي إن شاء الله. هي دردشة ما أسئلة. إحنا كان وقفنا في الحلقة الماضية كان عن فيما يتعلق بالشعر. نريد حقيقة مواقف شعرية مع شخصيات أو مع بعض الأشياء التي أثرت في حياتك. مواقف شعرية. أول موقف شعري وقفته، كنت أنا وزملائي المرحومين حسن علي صالح، عبد القادر أبو شيبة، سيد إلياس سيدهم، نذاكر مع بعض. وذات يوم بعد أن انتهينا من المذاكرة طرح بعضنا هذا السؤال: لماذا لا يصف كل واحد منا نفسه وأمله في الحياة؟ فأقررنا السؤال ده. قلنا إذن في جلسة قادمة نستمع لكل من استطاع أن يصف نفسه شعرا. ومر تقريبا أسبوع، وبعد الأسبوع جينا وقالوا نبدأ بك. بدأوا بي. ماذا قلت؟ قلت لهم: قلت لن تراني ساعيا في غير ما يخلد الحر وقد عز الخلود، إن قلب الحر مشغوف بما يرفع المرء على هام الوجود، ليس في نفسي ما يشغلها غير نيل المجد، والمجد شرود. وسمعنا من هذا وسمعنا من هذا، فأقر أصدقائي رحمه الله بأن أبياتي أحسن، فهذا الثناء منهم أعجبني. فجئت في الأسبوع نفسه وقلت لعمي الشيخ حسن إسماعيل البيلي، كان مدرس في معهد الخرطوم، وقصصت له القصة والأبيات. فقال لي: يا أحمد، أنت عندك قابلية للشعر، أعصابك وتلافيف دماغك خلاص يعني تتأثر بموازين، لكن اترك الشعر حتى تتخرج، لأنك لو مررت كلما أعجبك شيء تقول شعر سيصرفك عن التعمق في العلوم العربية وعلوم الإسلام. فسمعت نصيحته هذه، كان الكلام ده في سنة أولى ثانوي. فالثانية ثانوي لم أعمل شعر، ثالثة لم أعمل شعر، الرابعة لم أعمل شعر، خامسة ذهبت إلى دار العلوم. السنة الخامسة بالنسبة لي أولى دار العلوم. ففي ذلك العام وجدنا المرحومة أم كلثوم تغني قصيدة لشوقي، مطلعها: سلوا قلبي غدا تسلى وتابا، لعل على الجمال له عتابا،
ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا. قصيدة طويلة ملحنة، فأنا تأثرت بهذه القصيدة وكتبت على إثرها أشعار، فعملت على قافيتها وبحرها هذه القصيدة التي سأسمعكم بعضها. ستسألني إذا لم أبن مجدا علام فيما أنفقت الشباب. أيوة. بني السوداني، والسودان أضحى على أعدائه سما مذابا. إذا ما الثورة الشعواء نادت فكونوا عند دعوتها الجواب. وهبوا وادفعوا لأذى وضيم، أيرضى الحر إن سيم العذاب. وردوا عنكم استعمار قوم لقد أضحت وعودهم كذابا. إذا أنا لم أكن حربا عليهم عدمت أبي وأمي والصعابة. سبحان الله، دي أول قصيدة عملتها في مصر. هل رددت بقصيدة على أحد؟ هل رددت بقصيدة على أحد من الشعراء؟ أي نعم، جزاك الله خير يا سيد أحمد. من القصائد التي رددت بها على بعض الأصدقاء الصديق المرحوم الدكتور عبد الله الطيب عليه رحمة الله، لما قتل محمود محمد طه بعد الحكم الشرعي الذي مر بالمراحل الثلاثة، حكمت محكمة البداية بأنه مرتد، وحكمت المحكمة الاستئناف بأنه مرتد، وحكمت المحكمة العليا بأنه مرتد، وحكم وصدر الحكم ونفذ في كوبر، ونقل جثمانه بطائرة هليكوبتر، وقبر في قبر حفر له غربي أم درمان ببضعة أميال، ونكر قبره حتى لا يعرف أصدقاؤه وأهله قبره. مع هذا قال عنه المرحوم الدكتور عبد الله الطيب قصيدة طويلة لكن نكتفي منها بثلاث أبيات. قد شجاني مصابه محمود مارق قيل وهو عندي شهيد، وطني مجاهد وأديب في بيانه تجويد. حتى قال ولقد أراد أن يجدد محمود فصار جرمه التجديد. عندي صديق في من سكان الخرطوم أطال الله بقاءه، رسائل القصاصة دي من الجريدة، وكتب بقلم الرصاص. انظر ماذا قال الدكتور عبد الله الطيب، أنا أقول هنا رحمه الله. فقرأت القصيدة واستغربت أن يقول المرحوم الدكتور عبد الله الطيب من رجل ادعى أنه وصل إلى مرتبة في القرب من الله بحيث رفعت عنه الصلاة. وكنت في ذلك الأسبوع قد قطعت تذاكري مسافر إلى لندن لأبحث عن مراجع القراءات الشاذة لأكتب رسالتي في الماجستير عن القراءات الشاذة، وحملت معي القصيدة وذهبت ووصلت إلى جلاسكو ليلا، ونزلت مع أستاذ كان زوجي لإحدى بناتي. بكرة الصباح قلت له يا دكتور فلان، أيوه، أنا مزنوق في قصيدة، لا تخبر زملائك في هذه المنطقة حتى يتوافدوا ليزوروا ويتحدثوا، حتى أفرغ من هذه القصيدة. قل لي نعم. وفرغني في حجرة خاصة، في هذه الحجرة الخاصة عملت القصيدة التي سأسمعكم بعضها. رثاؤك للمرتد أغضبني جدا، فقد مات مذموما وأشبعته حمدا.
التهج الذي قد قال لله التهج الذي هو هجا نميري، التهج الذي قد قال لله فارجعوا إلى مثله حق الثناء لما أسدى، فقد كان شرع الله في القيد راسخا وهذا الذي تهجوه قد حطم القيد. يا سلام. وفي واحدة تانية تائية، رثاؤك من أتى بالترهات عجيب صار إحدى المضحكات. يا عبد الله كيف صنعت هذا؟ أترثي من أتى بالمنكرات؟ أترثي من أتى بالمنكرات إلى آخر التائية. سمع الدكتور عبد اللطيف رحمه الله بهذه القصيدة، أترثي من أتى بالمنكرات؟ والتقينا معا في سنة 2000 لما دعينا لأمنح أنا جائزة بمناسبة كتابي المكشاف، وليكرم عبد الله الطيب رحمه الله على إنتاجه كله، وجلسنا بجانب بعض بيني وبينه المرحوم الدكتور محمد النصر حمزة الذي فاز بجائزة العلوم البيطرية، وأنا فزت بجائزة لكتابي المكشاف عما بين القراءات العشر من خلاف. وجئنا قبل أن يجيء رئيس الجمهورية المشير، فابتدنا نتونس مع بعض، فقلت يا دكتور عبد الله كنت قد رددت عليك بقصيدة تائية وما رددت علي، مع أنه أرسلتها إليك من غلاسكو. قال لي رحمه الله: نعم، قصدا أردت ألا أرد عليك، واسأل الأستاذ الحبري في نصر الدائم. قلت: لماذا لم ترد علي؟ قلت: أنا حر في أن أرد أو لا أرد، هذا رأيي في محمود محمد طه، وأنت لك رأي آخر. قلت: طيب، في الطريق قصيدة أخرى دكتائية ديدالية، رثاؤك للمرتد أغضبني جدا، فقد مات مذموما وأشبعته حمدا. قال لي: دي حارة يا بيلي، ما بخليك فيها. أنا ماشي لندن في إجازة وسأعود، وتكون أنت قد فرغت منها هذه الدالية، وعندئذ سأرد عليك من البحر والقافية نفسيهما. أنا قلت: قبلت التحدي، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي عبد الله الطيب رحمه الله من لندن مريضا، واعتقل من الكلام حتى لقي ربه، فلم يستمع الفكر السوداني بقصيدة منه ترد على داليتي. نعم. طيب ننتقل آسف لي رحمه الله عليه رحمة الله، ننتقل من الشعر من 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 مما يقال عن الشعر أيضا. في يوم من الأيام كان وزير التربية والتعليم المرحوم حسن عوض الله. حسن عوض الله جمع المفتشين ووكيل الوزارة في مكتبه وقال: ما مضمونه؟ أنا رجل سياسة ولست من رجال التربية، ولكن بقدر ما عندي من فهم للتربية وآثارها ومردودها لا أرى أن هناك ضرورة في أن يكون مدرسة وسطى وفي مقابلها معهد أوسط، فمن رأيي أن ندمج منهج المدرسة الوسطى مع منهج المعهد الأوسط بحيث لا يكون في قطرنا شبه التخصص إلا من أولى ثانوي، وفي رأيي الثانوي نجعله متعدد، نهر يؤدي إلى المعاهد الدينية والتخصص في علوم العربية وعلوم الإسلام، ونهر آخر يؤدي إلى التخصص في العلوم المدنية إلى آخره. وأنا كلفت السيد الوكيل
أن ينتخب منكم جماعة من المفتشين يذهبون إلى بخت الرضا ليدرسوا هذه الفكرة مع رؤساء الشعب في معهد بخت الرضا، ويأتوا راجعين ويرفعون إلي تقرير مضمونه هل ندمج منهج المدرسة في منهج المعهد ويكون شبه التخصص من أولى ثانوي أو لا. وركبنا بخرة وذهبنا وظللنا في معهد بخت الرضا أياما نسيت عددها، لكن كل يوم نحن معزومين يا غدا يا عشاء، فإن عزمنا غدا في عند أستاذ فالعشاء عند أستاذ آخر أو شاي عصر. فيوم عزمنا شاي العصر في منزل ناظر المدرسة الوسطى وهو من أبناء شندي اسمه قطب، أي قطب. ظلينا بعد الشاي العصر نتونس حتى جاء المغرب. فلما جاء صلاة المغرب قدم بعضهم وقال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، فلم يبسمل. فلما فرغنا من الصلاة الفرد والنافلة قلت يا مولانا لماذا لم تبسمل؟ قال إن المالكية يقرؤون البسملة قبل الفاتحة. لكن المذاهب الأخرى الشافعي يقول بوجوب قراءتها، وأحمد بن حنبل عنده رأيان، رأي يوافق الشافعي بالوجوب ورأي يقال تندب قراءتها، وأبو حنيفة يقول تندب قراءتها. وإنني أرى من الخير أن نقرأ البسملة قبل الفاتحة سواء سرا أو جهرا، وإذا كانت الآراء الأغلبية لها في ميزان الإسلام اعتبار فإن الذين قالوا تقرأ بسملة الفاتحة سرا في السر وجهرا في الجهر ثلاثة، أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي جمهور الفقهاء. أيوه. فلم يقتنع بكلامه، فقال له رئيس الشعبة يومئذ البيلي ذا منيح ما كنا طلبة أنا عارفه غلباوي. أيوه. أنا حارد عليه. قلت له رد يا شيخ فلان، طيب أنت أطرح السؤال أنا أجاوبك. طيب أنا حأطرح عليك ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل البسملة من قول الله تعالى أو من قول جبريل أو من صياغة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي لا، البسملة من قول الله تعالى بدون شك. كلا السؤال الثاني، المسلم الذي يقرأ آية من كتاب الله سواء كانت البسملة أو غيرها أيجد عند الله ثوابا أم لا يجد؟ قال لي يجد، يجد عند الله ثوابا. إذن إني أرى ما دام المسلم الذي يقرأ البسملة قبل الفاتحة في كل صلاة يثاب، والأحرف التي يجريها على لسانه نحو 20 حرف أو 19، يعني يجد في صحيفته 190 حسنة أو 200 حسنة، لماذا أضيع هذا الكم من الحسنات؟ مع ذلك لم يقتنع. وانتهت هذه الليلة وخصصوا لنا مركز ضيافة. في هذه الليلة وأنا نائم جاءني هاتف يقول أمن قام يتلو في الصلاة مبسملا يعاتب لا يصح يؤجر في قوله، يعني البيت جانب النوم. فانسللت من سريري حتى لا أزعج صاحبي إلى البرندة وسجلت القصيدة كلها. الوقت ذاك ما كنت حافظ لكن سجلتها في ورقة. طيب. وفي اليوم التالي كنا معزومين إفطارا في منزل شيخ الجيلي. فبعد أن أفطر الناس والذي شرب شايا شربه والذي شرب قهوة شربه، قمت أنا صفقت كذا
واقفا. فالناس عجبوا، هذا ضيف ومعزوم ليتناول الإفطار، لماذا يسقف؟ قلت لعلكم عجبتم، سبب وقوفي وتصفيقي كيت كيت كيت، فاسمعوا ردي على الشيخ الجليل. فقلت أمن قام، ما بقدر أقول كلها لكن بعضها، أمن قال يتلو في أمن قام يتلو في صلاة مبسملا يعاتب، لا يا صاحي يؤجر في قولي، ولكن بعضا لا يرى الأمر هكذا ويزعم أن الترك خير من الفعل، وحسبي من البرهان نقل ومنطق، هما عدتي في كل معترك عقلي، ألا إن بسم الله بعض لآية، وذلك نص جاء في سورة النمل، فما أنت مستطيع جحود نزولها، أتجحد في التنزيل نصا أجب سؤلي، بها صدر الرحمن وحيا كتابه، فصدر بها أم الكتاب بلا عذل، ففي بائها سر الإعانة كامن، فقل مستعينا يؤتك العون ذو الحول، إلى آخره. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظكم يا شيخ، الله يبارك إن شاء الله هذا المشوار، وإن شاء الله نخرج بعد هذا التطواف الجميل، نخرج إلى فاصل ونعود إن شاء الله، فابقوا معنا جزاكم الله خيرا. وسماء